احنا تعبنا والمواطنين تعبوا والناس تعبت والاجانب حتى الاجانب تعبوا، فنتمنى ان ترجع العواميه زي ما كانت ونرجع نشتغل في العواميه ونرجع العواميه ان شاء الله احسن من اول وترجع سمعه العواميه احسن من اول. بدأت فكرة تطوير حي المسورة نتيجة التكدس العمراني في المنطقة ونتيجة حاجة المنطقة وسط العوامية ومنطقة القطيف بشكل عام إلى إعادة تطوير وخلق مناطق جذب وكذلك إيجاد مواقع ترفيهية ومواقع مفتوحة لأهل المنطقة.